أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مع ريم في ماما ريم كيتشن. واليوم حنعمل أكلة اللي هي مفتول، حامل على الطريقة الفلسطينية اللي أنا تعلمتها من والدتي ومن جدتي الله يرحمها، ووالدتي الله يعطيها الصحة. هلأ المفتول طبعا الفلسطيني أنا ما قدرت أحصل عليه هنا، لكن أنا حصلت على شيء مكتوب عليه كسكس، اللي هو شبيه كتير طعمته بالمفتول اللي كانت تفتله جدتي الله يرحمها. هنا عندي تقريبا كيلو كسكس، وعندي كيلو ونص طماطم، وعندي كيلو ونص بصل صغير، أنا جبت بصل صغير بسموه شالوت، وعندي فلفل. طبعا الفلفل أنا عندي هنا ما بحرق كتير، طبعا عادة تراديشنالي يعني كنا بنحط فلفل أحمر ناشف، إذا بتستحملوا الفلفل وبتحطوا، وححط عنجرة ناشفة طبعا وملح وفلفل أسمر، وهنا عندي كمون وحنحط كركم، وحيكون كمان معانا حاخد حطة حمص حب مسلوق اوريدي، وعندي علبة طماطم اللي هي طماطم المقطعة. هلأ هنا زي ما انتو شايفين هذه عين الجرادة اللي هي بسموها ديل بالانجليزي، فأنا قطعت غير كمية البصل اللي عندي، قطعت بصلة صغيرة قطع صغيرة، وحطيت الفلفل وعين الجرادة والملح، وهلأ بدقهم كويس كويس كتير، فلازم ندقهم. طبعا الصراحة يعني إذا أنتوا ضربتوها بالخلاط ممكن، بس ممكن الطعمة بتفرق شوية، ويا سلام لو كان عندكم زبدية فخار من غزة طبعا الطعمة بتطلع أطيب. فهلأ زي ما شفتوا هيك دقيته كويس كتير كتير كتير، وحضيف عليه تقريبا نص كاسة زيت زيتون وححركها. هلأ عندي المفتول شو سويت فيه، جبت نص كاسة زيت نباتي وحركته، حطيته مع المفتول وحركتهم مع بعض ودركتهم حوالي ساعة. يعني المفتول لازم نحط عليه على اساس ما يخبصش. انا حطيت، شايفين كيف انا كنت حاطه عليه نص كاسة زيت نباتي وتركته نص ساعة او ساعة مع بعض وحركته كويس كتير، زي كنا من يعني من بسبسه. هلا بضيف عليه شو الدقة اللي انا عملتها، اللي هي دقة البصل وعين الجرادة والفلفل، وحطيت عليها شوية ملح وزيت زيتون. شايفين كيف المفتول أو الكسكس، أنا بسميه مفتول، وفي بعض البلدان بسموا المفتول الكبير المغربية هو المفتول، وطبعا مفتولنا الفلسطيني ما في زيه. وإن شاء الله يوم من الأيام إذا صار عندي مجال وأخذته أو لقيته أو حد جاب لي إياه بنعمله مرة تانية، لأنه إله طريقة تانية. هلأ بحركهم كويس كتير كتير، الصراحة هذا يعني إيزي بيزي، كتير سهل هذا المفتول، خلال 20 دقيقة بتبقوا فلفلته يعني لعشر أشخاص من الكسكس هذا الموجود بالسوق. هلأ أنا حطيته، اتذكروا أنا حطيت 3 كاسات حوالي كيلو، أو أنا مقدار الكاسة كان 330 جرام. هلأ كل كاسة بتعايروها إلها كاستين مية، كل كاسة إلها كاستين مية أو كاستين مرقة، بشرط إنها تكون المرقة لحمة أو جاج. أنا اليوم عاملة حبش ديك رومي، تكون المرقة ساخنة لما نضيفها على المفتول. مرة تانية لازم تكون ساخنة، ونكون أضفنا عليها الملح حسب اللي بدنا إياه. فهلأ أنا طبعا سخنت المية تبعتي أو المرقة، وأضفتها هنا لكل كاسة كاستين بالضبط، كل كاسة إلها كاستين، وبحطها عليها ما تخافوا، وحركوها وبدون ما نحطها على النار، مش ضروري نحطها على النار. هلأ حطيت معلقة سمنة، أنا بدي معلقتين، حطيت هلأ معلقة سمنة وحركتها وحغطيها، أتركها بدون ما أحطها على النار، مش هحطها على النار. بعد 5 دقائق افتحوها وشوفوا كيف بتصير، ببدل ما الكسكس المفتول يشرب المية. هذا بعد 5 دقائق برضو منتركها، منحط كمان قطعة السمنة ومنحركها شوية شوية، ومنرجع نغطيها بدون ما نحطها على النار، لأنه إحنا حطينا المية والمرقة تكون ساخنة جدا، ومنحركها ومنتركها كمان لعشرين دقيقة، وبس منكشف عليها كل 5 دقائق ومنحركها بالشوكة شوية.
شايفين كيف أنا فتحت عليها بعد شوية؟ شايفين كيف السمنة بدأت تسيح؟ وبحركها بالشوكة يعني بس أشوف أخلي القوام يتجانس. هيني حركتها كمان مرة، فكل 5 دقائق بس منحركها ومنكمرها. والأفضل إذا أنتوا غطيتوا الطنجرة أو الحلة ببشكير أو بفوطة بحيث يضلوا حافظ على سخونته. وهيك مفتولنا صار جاهز، منغطيه ومنحطه على جنب يعني قبل التقديم بدقائق بس، ومنسكبه وألف صحة وعافية. وهلأ بدنا نبلش نعمل اليخنة. طبعا البصل اللي حكينا عليه هلأ أنا حطيت بالحلة الطنجرة شوية زيت، والبصل بقطعه يعني بشرحه بدون ما يتقسم لتحت لأنه صغير كتير. فإذا إلا إذا كان البصل كبير ممكن يتقسمه 4 أقسام، أنا كان البصل عندي صغير فأنتوا ما أنتوا شايفين أنا بشرحه بدون ما أقسمه. وبحط كل الكمية في الحلة أو الطنجرة وبنقلبها، طبعا بديش أستويها، بقلبها حوالي 5 لـ10 دقائق أحس إنها بدت شوية تدبل البصلة، وبعدين نبدأ طبعا حنضيف الباقي المكونات. على فكرة هلأ الكمون أنا نسيت أقول بالبداية، أنا حطيت معلقة الكمون هحطها هلأ مش مع المفتول عشان ما تاخدش ما ياخدش المفتول طعم الكمون، هحطها في مرقة اليخنة. هلأ قلبنا للبصل وحنحط نبلش عندنا الطماطم. قطعت البندورة والطماطم هلقيت زي ما هيك 4، فإذا كان عندكم طماطم طبعا مستوية بيكون أحسن وما تبقاش كبيرة كتير. وحطيت عليها الكمون. هلأ الكمون لازم نحطه في هاي المرحلة معاها، بدركهم مع بعض قبل بعض، لسه ما بضيف أي مية في هاي المرحلة، وبغطيهم شوية وححط شوية رشة ملح هنا على البصل على أساس يدبر، وبنخلي عيننا عليه. حنغطيه ونرجع له هيك 15 دقائق ونقلبه. هذه الطريقة هي طريقة يعني من جدتي الله يرحمها، وهي طريقة كانوا يعملوها تراديشنال يخني اللي هو يخني للمفتول. طبعا أنا في عندي طرق محدثة تانية حدثت عليها يعني عملناها مودرن وأضفت عليها أشياء تانية، بنبقى إن شاء الله في حلقات قادمة نعمل يخني مفتول تاني. وهلأ بضيف معلقة كركم كبيرة تقريبا في هاي المرحلة، وبضيف فلفل أسمر كمان تقريبا، حضيف معلقة صغيرة فلفل أسمر في هاي المرحلة أو أقل، على أساس إنه الكركم يمتزج مع الطبيخ وما يعطي الطعم المرة. برضو أنا أضفت الكمون زي ما انتم شايفين الكمون، وحضيفه برضه في المرحلة هاي. دايما عادة تعودنا انه منضيف الكمون على اساس النفخة، وهو برضه له فوائد كثيرة. هلا بضيف مرقة الدجاج او مرقة اللحمة اللي موجودة عندنا حسب رغبتنا، فهلا اضيفها. تقريبا هلا له البصل والطماطم البندورة 10 دقائق، خليني اضيف واغمرها بالمرأة. شوف كيف لونها صار كتير كتير، اللون صار حلو شايفين. انا بحب احط طماطم، في ناس ما بحطوا طماطم، بس الله يرحمها جدتي كانت تحط ووالدتي كمان بتحط، فبدنا نحط شوية. شايفين كيف اللون كتير كتير بياخد العقل، كتير بشهي. وحغمرها هيك شوية، غمرناها طبعا المرقة كانت متصفية، وحضيف شوية حضيف حمص، طبعا الحمص مسلوق ومستوي، وحنحركها شوية ونتركها طبعا تغلي لحد ما تستوي. شايفين كيف؟ الصراحة أنا بحب أضيف شغلة هلأ، أنا حضيف شوية طماطم اتشوبت، شايفين؟ معلقة، بحب هيك يعني أخلي لونها شوية يغمق. هما ما كانوا يضيفوا كان لأنه الطماطم الصراحة، ليش أنا أضفت هاي
شوية شوب طماطو من الطماطم اللي مقطعة بالعلب، لأنه صراحة البندورة هلأ لونها فاتح، فلونها مش غامق، فشايفين الفرق ما بين اللونين، ما بين هاي وهاي. يعني عادة أنا بحب لو أستخدم طماطم لونها غامق فبتبقى كتير طبعا طيبة، فأنا حضيف شوية من العلب على أساس أعطي النكهة اللي أنا بحبها. شايفين كيف؟ هي احنا حنضيف بس علبة على هاي الكمية، وكمان مرة هاي كمية طبعا كبيرة لأسرة كبيرة ما بين 6 ل 8 أشخاص اللي حطيتها. تقريبا أنا حطيت تقريبا يمكن كيلو ونص بصل، وطبعا تقريبا كيلو طماطم مع بعض وقطعتهم هنا، وعلبة حمص، والحمص اختياري ممكن تضيفوا أكتر. حتركها تتسبك شوية وحنرجع لها تاني. هلا تقريبا بلش يسخن اليخني وحنخليه يغلي، وهيك أكلتنا جاهزة للتقديم، وأنا عملتها على ديك رومي على فخاد حبش، وإن شاء الله بتعجبكم، وتشتركوا بالقناة مع ماما ريم كيتشن، وبتتابعونا على الإنستغرام والفيسبوك وعلى كافي ريم كمان، وإن شاء الله إلنا لقاء قريب، وإن شاء الله بتعجبكم، وبشوف الكومنت والتعليقات الحلوة إن شاء الله منكم. شكراً.